وننتقل مباشرة إلى الحدود السورية اللبنانية لاستقبال البطريرك يوسف الأول عبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك وموفدات الإخبارية السورية ليا نحاس التي تغطي هذا الاستقبال. حياك الله ليا. مرحبا لك اياد ومرحبا لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. مثل ما ذكرت حضرتك نحن موجودين على الحدود السوريه اللبنانيه لاستقبال غبطه البطريرك يوسف الاول الكليه الطوبه. طبعا نحن موجودين يمكن مثل ما عم تشوفوا بحشد كثير كبير اكيد من رجال دين ومؤمنين ومحبين لاستقبال غبطه البطريرك لتوجهوا مباشره الى كنيسة الزيتون في دمشق. خلينا هلأ ننتقل مباشرة ونسمع كلمة من غبطة البطريرك. بس اسمح لي نروح اياد. مثل ما شايف يمكن عدد كتير كبير من الناس جايين يهنئوا لغبطة البطريرك. مرحبا سيدنا. مرحبا سيدنا. أهلين. ألف مبروك. شكرا. نعم خليكي. نحن مباشرة اليوم أنا فرحتي كبيرة إني أرجع للشام بعد غياب جمعتين. ما كنت متوقع أبدا إنه رح أخوتي المطارنة ينتخبوني بطرك على كنيستنا. أنا كتير متأثر وبتشكرهم من كل قلبي يلي هني عطوني ثقتهم وأرادوا إنه أكون أنا الخادم الأول بكنيستنا. وهلأ راجع للشام لمدينتي يلي ولدت فيها وخدمت فيها كمطران مدة 16 سنة. ربنا راد انه ارجع هلأ كبطرك كرئيس للكنيسة وان شاء الله الله يقدرني انه اكون عند حسن ظن اخوتي المطارنة انه اقوم بواجبي كما يجب وان شاء الله اعمل ارادة ربنا في خدمة الناس كلهم في خدمة بلادنا في خدمة كل إنسان. ومثل ما بتعرفوا البطرك هو مطران الشام وإن شاء الله أنا أكون قدر بطرك رأيي خادم لكل إخوتي الشام. ومن هلأ بقول لهم حياتي كلها سوا في سبيلهم. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. اكيد مشاهدينا برجع بذكر نحن مباشره موجودين على الحدود السوريه اللبنانيه لاستقبال غبطه البطرك يوسف الاول خلفا للمطران البطرك غريغوريوس لحام. يعني مع ضياء رح نشوف عدد كبير متواجد اكيد على الحدود لاستقبال غبطه البطرك. مثل ما شايفين رح يتم التوجه مباشرة إلى كنيسة الزيتون ليتم أكيد إقامة القداس احتفالا بقدوم البطرك. نعم. نعم ليا. أن توفق صاحب الغبطة نعم إياد. لكن نحن أكيد رح نرجع نلتقي فيكم برسالة ثانية وننقل كل جديد من حفل تنصيب غبطة البطرك يوسف الأول. نعم. طيب ليا، هل من فعاليات داخل دمشق؟ هل من إجراءات تؤخذ لاستقبال البطرك يوسف؟ هل لديك معلومات حول بعض الإجراءات؟ أكيد إياد. نعم اياد، اكيد رح يتم الاستقبال بكنيسه الزيتون مثل ما ذكرت من شوي. اكيد احتفالات قائمه، احتفالات كثيره مع وجود العديد من الشخصيات القادمه مع غبطه البطرك من لبنان وايضا لاستقباله في دمشق بكنيسه سيده النياح بكنيسه الزيتون. خليني بس شوي اخذ كلمات من مطار اللي موجودين. مرحبا. اهلين. شو بتحب توجه له مبارك إلى غبطة البطرك؟ سيدنا هو حبيب قلبنا ونحن بنوجه له كل المحبة وبنقول له إن شاء الله عهد مبارك ومثمر وطنيا وكنسيا ويكون دائما يوسف الأول بكل شيء. نعم شكرا كثير لك. اكيد لكان اياد كمان رح حاول اخذ كلمات سيدنا متى. مرحبا، نحن على الهواء مباشرة.
أهلا وسهلا فيكم. كلمة بتحب توصلها؟ أنا بحب أقول مبروك لسوريا، بحب أقول مبروك للشام، مبروك للمسيحية المشرقية وجود سيدنا البطرك يوسف، وإن شاء الله ربنا يعطيه القوة والهمة لحتى يقوم بشهادة حقيقية، أول شيء تكون سورية وبنفس الوقت شهادة مسيحية بالشرق الأوسط عم ينزف وعم يضطهد. شكرا كتير. كمان سيدنا كلمة بتحب توجهها لغبطة البطرك؟ سيدنا البطرك مانو غريب، سيدنا البطرك مانو غريب عن الجو اللي موجود عندنا بسوريا، عايشه وإن شاء الله بهمته وهمة أصحاب الغبطة البطاركي وصلوات الجميع الله يقصر هالأيام اللي عايشين فيها. ونحن الهدف من هالشيء كان هو ولا أصحاب الغبطة الباقيين، همنا أولادنا أنه نشيل هالمحنة بالأول شيء عنهم، بعدين الأمور الثانية إن شاء الله بتكون كلها كتير مليحة. نعم إن شاء الله. نحن متأملين خير خير كتير، ما نو غريب مثل ما قلت لك عن الجو أبدا. ونحن باسم صاحب الغبطة البطريرك يوحنا أنا وسيدنا لوقا بنقول له أهلا وسهلا فيك. طبعا أهلا وسهلا في بلده، هو ما تبصر شيء، وهالمهم جديد إن شاء الله هو أدى وقادر أنه يرعى وقادر أنه يمشي، وكلنا سوا إن شاء الله بنكون مع بعضنا البعض لخير هالبلد. شكرا كتير. كمان أبونا مرحبا. أهلين. كلمة بتحب توجهها لغبطة البطرك؟ أول شيء كلمة شكر لغبطة البطريرك السابق غريغوريوس، وأتمنى للبطريرك الجديد العمل بسعي وبمحبة لخدمة أبناء الكنيسة ككل، لأن الكنيسة اليوم بحاجة إلى أمان، بحاجة إلى سلام. بما أنه هو ابن سوريا وعاش في سوريا وكان نائبا بطريركيا في دمشق، يعرف تماما شو هي الاحتياجات وال ودي سوريا بتحبه أيضا. شكرا كتير لك. أكيد نذكر مشاهدينا أنه تم تنصيب غبطة البطرك بلبنان، والآن متوجه إلى كنيسة سيدة النياح، كنيسة الزيتون، لإقامة الصلوات الاحتفالية بتنصيب غبطة البطرك يوسف الأول بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين. إياد رح أرجع لعندك على الاستوديو، وأكيد نحن رح نواكبكم بكل التفاصيل. شكرا ليا نحاس مفدة الإخبارية السورية لجدية تيابوس حيث الحدود السورية اللبنانية. ونبارك للبطرك يوسف الأول عبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك. إلى عناوين الحدث.